قرار عابر للحدود كان كفيلا بهذا المشهد وما وراءه. إنها أبعد من توزيع محروقات في لحظة حصار قاسية، بل هي كما يراها المستحقون هنا في صيدا بشرى طويلة الأمد بأن المقاومة لن تترك شعبها يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية. هنا وصلت الأمانة بصهاريج شركة الأمانة. ما في كلمة شكر بتعبر عن هالتقدمة من قبل السيد حسن وحزب الله كرمال المؤسسة عنا. نحن مثل ما قلت أنت كنا عم نواجه صعوبات عديدة بتأمين المازوت وحتى نخلي المؤسسة عم تكفي بشغلها. شكر الجزيل للسيد أطال الله عمره بما يقدم. تعرفوا كلكم سواء قديش نحن بحاجة بهالأيام العصيبة للمازوت للبنزين الأشياء التالية. هذه الخطوة أنقذت العديد من المؤسسات التي كانت على بعد خطوة من الإقفال، ولا سيما المؤسسات الخيرية والإنسانية والمستشفيات. عملية التوزيع جاءت بالتنسيق بين حزب الله وبلدية صيدا، والأجواء واعدة بمزيد من المشاهد المماثلة منعا لأي خطر قد ينتج عن انقطاع المحروقات. باسمي وباسم جمعية رعاية اليتيم بتشكر سماحة السيد والجمهورية الإيرانية لتقديم هبة المازوت، لأنه نحن كنا واقعين بأزمة بسبب المازوت. مشهد صيدا يتكرر في مناطق لبنانية أخرى، مشهد يكسر صورة الإذلال في الطوابير والابتزاز في السوق السوداء، مشهد يحمل الكثير من المعاني التي يبدو أنها ستظهر في الفترة المقبلة على قاعدة أن كرامة اللبنانيين لدى مقاومتهم خط أحمر. جمال الغربي، صيدا جنوب لبنان، الميادين.